ينضم لنا دلوقتي من الجيزه احمد الحسيني، وبالتحديد موجود في مترونيه الجيزه للاقباط الارثوذكس. مساء الخير عليك يا احمد، ويعني كل سنه وانت طيب، ان شاء الله سنه جديده كلها محبه وخير وسلام. وانت طيبه يا هدير، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وشعب مصر الطيب بخير دايما، اقباط ومسلمين كل سنه واحنا دايما بخير وسعاده. زي ما احنا شايفين وسط الكاميرا وعدسات الكاميرا هنا في مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس أو كنيسة ماري جرجس هنا في الجيزة في شارع مراد، احتفالات وبهجة كبيرة جدا من الزائرين والمواطنين اللي بيحضروا وحريصين على حضور قداس عيد الميلاد. العيد الميلاد اللي بيعتبر هو من أهم الأعياد المسيحية، ثاني الأعياد المسيحية أهمية بعد عيد القيامة. أنا موجود هنا في ساحة الكنيسة من خلفي شجرة الكريسماس والمزود، واللي بيعبروا وهو من مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد سواء المزود أو كريسماس أو شجرة عيد الميلاد. وهنا المواطنين زي ما احنا شايفين بيحاولوا ان هم يلتقطوا صور تذكارية مع المزود وشجرة الكريسماس للاحتفال بأعياد الميلاد. في إجراءات كبيرة هنا واستعدادات كبيرة جدا سواء من المطرانية أو من قوات الأمن اللي قامت أيضا بتأمين كبير جدا للمطرانية من الخارج، بالإضافة طبعا لأيضا من شباب من الهلال الأحمر المصري اللي موجودين أيضا لتأمين ومساعدة الزائرين والمواطنين هنا في المطرانية على أداء الصلوات وحضور قداس عيد الميلاد اللي انطلق في تمام الساعة الثامنة مساء النهاردة بدق أكراس الكنيسة أو المطرانية هنا في محافظة الجيزة، وبعدها بدأ دخول القداس والصلوات والترانيم وما يليه من احتفالات ومظاهر احتفالية هنا في مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس احتفالا بعيد الميلاد المجيد. وطبعا احنا عارفين ان الكنيسة الشرقية في مصر بتحتفل بعيد الميلاد المجيد في السادس من يناير او ليلة 7 يناير، وهو نهاية صوم 43 يوم للأخوة المسيحيين الأقباط، وبينتهي هذا الصوم أيضا بالعشاء وبالصلاة وعيد الميلاد هنا في الكنائس، اللي كان في كتير من المواطنين والأخوة المسيحيين حريصين إن هم يحضروا أجواء من البهجة والفرحة الكبيرة اللي موجودة هنا داخل الكنيسة زي ما بنرصدها ليكم لحظة بلحظة وعلى الهواء مباشرة من محافظة الجيزة. كل سنة طيبين مرة تانية، وإليك يا هدير في الاستوديو. ربنا يكتر من أعيادنا ويكتر من ذكرياتنا الحلوة، ودايما المصريين موجودين في شوارع بلدنا ملياهم السعادة والبهجة والفرح. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي أحمد الحسيني، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.